السلام عليكم مشاهدينا، إليكم موجز أخبار مؤسسة الشهداء. رئيس مؤسسة الشهداء سيد عبد الإله النائلي يستقبل عددا من أعضاء مجلس النواب، وهم كلا من غزوان الغزي وعلا الناشي وسعد التوبي والنائب السابق غزوان الشيباني. النائلي أشار إلى ضرورة دعم ووقوف مجلس النواب مع مؤسسة الشهداء من أجل تنفيذ التزاماتها تجاه ذوي الشهداء. من جانبهم نقل النواب احتياجات وطلبات ذوي الشهداء إلى رئيس المؤسسة. المدير العام في مؤسسة الشهداء أيوب قاسم يلتقي بوفد من مستشارية الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي. اللقاء جاء لوضع الحلول الناجعة لإنجاز معاملات الشهداء والمصابين فيما يخص سلامة الموقف الأمني وسرعة الإجابة على مخاطبات المؤسسة. مؤسسة الشهداء تعلن عن قيام الفريق الوطني المختص المؤلف من مؤسسة الشهداء، دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، ودائرة الطب العدلي، بدعم من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، بحملة جمع المعلومات وسحب عينات الدم من ذوي ضحايا سنجار الذين اغتالتهم عصابة داعش الإرهابية في محافظة دهوك مخيم شارية للنازحين، وللفترة من 22 من الشهر الحالي ولغاية 31 من الشهر ذاته. الكوادر الإدارية في مديرية شهداء ذي قار قسم ضحايا الإرهاب تباشر في استكمال كافة المعاملات المتواجدة في هيئة التقاعد الوطنية في المحافظة، حيث أعلنت اللجنة المكلفة أنها استكملت المرحلة الأولى من إنجاز المعاملات التقاعدية للذين تواجدت ملفاتهم من دون أوليات والتي تخدم عوائل الشهداء في تعديلات رواتبهم وفي احتساب فروقات الشهداء الكسبة. أخيراً، الشعبة الاجتماعية في مديرية شهداء الكرخ تنظم زيارة لمجموعة من عوائل الشهداء ضمن الرقعة الجغرافية. زيارة جاءت للاطلاع ميدانياً على أحوال العوائل وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجههم. تأتي هذه الزيارات ضمن إطار تقديم واجب الوفاء للعوائل التي قدمت فلذات أكبادها فداء للوطن. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.